عربية زنتي مش موجودة يا ريس، ومراته شوية هتلاقيها نازلة. على الله بس متأخرش، مش هينفع نفضل هنا كتير. انت ناوي برضه تخش من الباب الرئيسي؟ لازم باب الرئيسي، احنا بالنهار عملنا أي حركة غريبة الناس تاخد بالها، لازم نتصرف طبيعي. مش بس القلق. مفيش قلق، متقلقش، سيب على الله. هي دي مراته؟ اه هي دي. اه ماشي، عينك على الشارع، لو في أي حاجة غريبة كلمني. ها تحت أمرك. ماشي. ازيك يا ابو خليل؟ جدع انك سمعت الكلام وجيت. نوره فين؟ نوره بخير يا ابراهيم، ما تخافش، هتبقى بخير اكتر لو سمعت كلامي. ما قلت لك ان انا تحت امرك، بس اهم حاجه نوره ترجع. هترجع ابراهيم، بس تسلمني وسلمك. لا حلو كده، البيعه تبقى خسرانه. يعني ايه؟ يعني سليم الانصاري مش تمن رجوع نوره وبس. طلعت مخربش يا ابراهيم، الوان اللي كنت فاكرك غلبان. عاشر الام، بعدين ما انا غلبان طول عمري. اخدت ايه؟ يخلص ابراهيم، عاوز كام؟ مش عايز فلوس. انا هعمل ايه بالفلوس وانا هربان؟ امال عاوز ايه يا ابراهيم؟ انا عايز براءتي. نعم اخويا، تعملها لك ازاي دي؟ ماليش دعوه، انا بعد ما اسلمك سليم مش هلاقي حته اروحها، ولا حد هيمدي لي ايده، وهفضل برضه مستخبي وهربان لحد ما يمسكوني في الاخر. انا مش عايز حاجه غير حقي، انا ما سرقتش حاجه. الواد زلطة صبي حسن الضبع هو اللي سرق العهدة بتاعتي من الدولاب، هو بقى اللي يشيل شيلته. قلت ايه؟ يعني كده اتفقنا؟ خلاص يا ابراهيم بقى، قلت لك سيبنا اشوف لك صرفه. الله، انت لسه هتشوف صرفه؟ انا مش فهمتك هتعمل ايه. خلاص سلمني سليم الانصاري وانا عناي ليك. لا يا حبيبي، ما يبقاش ابني في حضني وادور عليه وانا بصراحه كده مش واثق فيك. يعني انا اللي واثق فيك يا ابراهيم؟ خلاص، طالما احنا الاثنين مخونين بعض يبقى نقطع الورقه من النص. يعني ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني تخلص لي ورق القضيه اسلمك سليم. لا يا حبيبي ما ياكلش. خلاص أختك عندي. أختي مش هتبقى الورقة اللي هتلوي بيها دراعي عزناتي. أختي مش هتقدر تأذيها في حاجة. أنت مش ناقص، كفاية البلاوي اللي متلتلة عليك. أكيد. بص يا زناتي، ده حق ربنا عشان نبقى كلنا تراضينا زي ما بتقول. ماشي يا إبراهيم، كلمني بالليل وأقول لك أنا عملت إيه. بس اعمل حسابك لو حصل عوق نورة هتموت. أه، مش أغلى من اللي مات وهيم. وانا مش عبيط عشان اضحي باختي عشان خاطر سليم الانصاري. مهما كان غالي عليا مش هيكون اغلى عليا من اللحم. ده ناصح عيون، عموما هستناك تكلمني. سلام ابو خليل.
ياسمين بيه؟ زناتي جه؟ داخل يعني عليا خلاص؟ اه طلع عليك، طلع عليك. ماشي خلاص، الفيديو بيحمل اهو على طول. سلام. مش فاكران قلت النار والجرح، كل ما اجي افرح دايما بتعزيني، اللي ما بيني وبينك طار. يا صفاء انا وصلت، انت فين؟ طب انجزي الاحسن، والمصحف هيفوتك كتير. طب يلا انا هدخل استحمى انا عشان ريحتي تقرف من نومة المخزن. طب يلا انجزي، مستنيك عشان تلاقي في لي ظهر. يا بنت جبت الاباحه دي منين؟ إيه؟ طب يلا مستنيك. سلام يا روحي، سلام. حمل فيك يا صفاء. جيت يا اخوي، اتليفت ولا جاي ليفك يا حبيبي؟ تعالى 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 تعالى. Thank you.